بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنراجع مع بعض على بعض المفاهيم والاسئله بتاعت منهج سنه سته للرياضيات للفصل الدراسي الاول. هنبتدي سنه سته بالاول ببعض الاسئله التراكميه اللي ممكن تقابلني، بنسميها مفاهيم سابقه. اول حاجه طبعا حضرتك لازم تراجع مساحه الاشكال الهندسيه اللي مرت عليك. نبتدي كده مع بعض، اكمل ما ياتي. مساحه المثلث بيساوي نص نقط في نقط. طبعا مساحه المثلث نص طول القاعده في الارتفاع، خدناها في سنه خمسه. محيط الدائره بيساوي نقط. محيط الدائره ليه قانونين، باي في طول القطر، او ممكن تكتب 2 باي نق. هفكرك بباي اللي هي طه، اللي هي النسبه التقريبيه اللي بتساوي تقريبا 22 على 7، ونق اللي هو نصف قطر الدائره، او ممكن تقول باي في طول القطر اللي هو طول قطر الدائره. مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجه. اي مثلث؟ قال لك مجموع قياسات زوايا المثلث القائم، زوايا المثلث الحاد، زوايا المثلث المنفرد، زوايا المثلث الداخله معناها اللي داخل المثلث 180 درجه. مساحه المعين نص نقط. مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب طول قطريه، لان المعين قطرين غير متساويان في الطول. بعد كده عندنا ده من درس المجموعات. المجموعه 2 و4 اتحاد المجموعه 3 و4، دي علامه اتحاد، معناه ان باخد العناصر اللي في المجموعه الاولى والعناصر اللي في المجموعه الثانيه بدون تكرار، باخد العنصر مره واحده. ايه العناصر بقى اللي عندي في المجموعتين؟ 2 و4 و3، مش هكرر الاربعه، يبقى الاجابه بتساوي المجموعه 2 و3 و4، هتاخد الاربعه مره واحده. يبقى الاتحاد دي معناها ايه يا سنه خمسه يا سنه سته؟ معناها العناصر المشتركه، عناصر المجموعه الاولى وعناصر المجموعه الثانيه، المجموعتين مع بعض. سي اتحاد سي. سي ده كان اختصار لمجموعه الاعداد الزوجيه. في اختصار لمجموعه الاعداد الفرديه. المجموعه الاعداد الزوجيه اتحاد مجموعه الاعداد الفرديه يساوي نقط، يساوي طه، حيث طه مجموعه الاعداد الطبيعيه. نيجي بقى للضرب الاعداد في 10 و100 و1000. الضرب يا سنه 6 بيحرك لي العلامه ناحيه اليمين، بضرب في 10 حركها رقم 1، بضرب في 100 حركها يمين رقمين، بضرب في 1000 حركها يمين 3 ارقام. طب هنا انا بضرب في 10، يبقى العلامه هتتحرك رقم 1 بس، يبقى هتقف هنا بين ال 6 وال 9 رقم 1 جهه اليمين، هيبقى الناتج كام؟ 349 و6 من 10. طب لو بنقسم على 10، القسمه بتحرك العلامه ناحيه الشمال، بتقسم على 10 بتحركها رقم 1 شمال. طب العلامه هنا اهو بتحرك شمال، يبقى تمشي كده شمال رقم 1، يبقى تقف بين 7 وال 8، يبقى العدد كام؟ الناتج 98 و 74 جزء من 100. طب لو بقسم على 100 حركها شمال رقمين، بقسم على 1000 حركها شمال 3 ارقام. نيجي بقى لايه؟ 5 على 4 بيساوي نقط في ال 100. لتحويل الكسر العادي بسط ومقام لنسبة مئوية بنضرب في 100%. طيب هنختصر على 4 فعل 1 على 4 فعل 25، هضرب 5 في 25 ب 125 والعلامة النسبة المئوية هتطلع. يبقى 5 على 4 فيها كام في المية؟ 125%، أهي 125%. نيجي للسؤال العاشر، أكمل بنفس التسلسل أو أكمل النمط العددي. 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10، هتلاقي الفرق حضرتك 9 من 10 و 8 من 10 هتطرح الفرق 1 من 10. بنزوده 1 النمط ده نمط تزايدي بزيادة 1 من 10، يبقى هنجمع 9 من 10 زائد 1 من 10، 9 زائد 1 10، صفروا معايا الواحد، الواحد هيقف هنا ومفيش حاجة هينزل والعلامة في مكانها، يبقى الناتج كام 1؟ محدش يقول لي 7 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10، 10 من 10، غلط. 1 1 زود عليها 1 من 10 تبقى 1 1 من 10، 1 و2 من 10، 1 و3 من 10، وهكذا. نيجي بعد كده للسؤال الثاني، إذا كان 35% من العدد س يساوي 210، أوجد قيمة س. طيب هنترجم واحدة واحدة، متعودين مع بعض. 35% معناها 35 على 100، وكلمة من بننزلها في. من العدد س ده عدد معرفوش، نزلته زي ما هو. يساوي 210 يساوي 210، يبقى انا حولت الكلام لمعادله رياضيه. 35 على 100 في العدد س بيساوي 210، س هتفضل زي ما هي في نفس مكانها بيساوي 210،
35% تروح الناحية التانية مقلوبة، تبقى 100 على 35. بعد الاختصار هتطلع الميل كام؟ 600. يبقى العدد سين بكام؟ ب 600. يبقى 35% من ال 600 طلع 210. سؤال عن النسبة. إذا كانت النسبة بين 5 إلى 17 هي نفسها النسبة سي إلى 68. اوجد قيمة سي. طب واحدة واحدة. أدي 5 إلى 17 هي سي إلى 68. هنعمل تناسب. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى س بتساوي 5 في 68 على 17. أهي. س بتساوي 5 في 68 على 17. على 17 فيها الواحد، على 17 فيها الأربعة، يبقى 5 في 4 هتطلع بكام؟ ب 20. يبقى س بكام؟ بتساوي 20. المسألة اللي تتلخبطوا فيها مستطيل النسبة بين طوله وعرضه 7 إلى 4. فإذا كان محيطه 88 سنتيمتر، احسب مساحته. هناخد النسبة طوله وعرضه 7 إلى 4، الطول إلى العرض 7 إلى 4. جابني في المسألة إلى المحيط. طب محيط المستطيل بيساوي ايه يا ستة؟ الطول زائد العرض الكل في 2. 7 زائد 4 11، 11 في 2 ب 22. واحط تحتيه المحيط الحقيقي المستطيل كام؟ 88. اجي بقى عايزه الطول، احط هنا تحتيه س والعرض تحتيه ص. الطول بيساوي كام؟ 7 في 88 على 22. على 22 فيها الواحد، على 22 فيها الاربعة، 7 في 4 ب 28 سنتيمتر. طب والعرض هيبقى 4 في 88 على 22. 4 في 88 على 22، على 22 فيها الواحد، على 22 فيها الاربعة، 4 في 4 ب 16 سنتيمتر. جبنا الطول والعرض، المطلوب في المستوى في المسألة المساحة، مش عايز الطول والعرض بس، عايز المساحة. آجي مساحة المستطيل الطول في العرض، يبقى 28 في 16 ب 448 سنتيمتر مربع، وحدات المساحة المربعة ما تنساش. يبقى أنت عشان تحقق المطلوب من المسألة وتجيب المساحة لازم يكون عندك الطول والعرض، عشان كده في أول المراجعة قلت لك هتراجع مساحات كل الأشكال الهندسية اللي مرت عليك. مسألة عن الهجوم. وعاء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل 40 سنتيمتر مملوء بالزيت، يرد عباءته في زجاجات صغيرة، سعة الزجاجة الواحدة 4 من 10 لتر. اوجد عدد الزجاجات، عدد الزجاجات الصغيرة اللي هنلاقيها. في هنا اختلاف في الوحدات، يبقى لازم الأول هحول. للتحويل من لتر لسنتيمتر مكعب، اللتر فيه 1000 سنتيمتر مكعب. يبقى ال 4 من 10 لتر هيتضربوا في 1000، يعني لما تتحرك يمين ثلاث ارقام هتبقى 400 سنتيمتر مكعب. يبقى الزجاجه الصغيره ساعتها 400 سنتيمتر مكعب. نجيب حجم المكعب اللي هنا على شكل مكعب، يبقى حجمه بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه 40 في 40 في 40. الثلاث اصفار هينزلوا 4 في 4 ب 16، 16 في 4 ب 64. يبقى حجم المكعب 64000 سنتيمتر مكعب. عشان تجيب حضرتك اي عدد قلنا حجم كبير على حجم صغير، يبقى عدد الزجاجات بتساوي حجم المكعب على حجم الزجاجه الواحده. المكعب الكبير حجمه كام؟ 64000 سنتيمتر مكعب، والزجاجه الواحده ساعتها كام؟ 400 سنتيمتر مكعب. الوحدات كده ايه؟ بقت متشابهه. هشيل صفرين مع صفرين هيتفضل لي 640 على 4 فيها 160 زجاجه. محدش يعمل بعد كل دوت غلط في التمييز، انت اعطينا عدد الزجاجات التمييز زجاجة. مسألة عن الهندسة. ألف ب ج د متوازي أضلاع، فيه ألف ب 5 سنتي، ب ج 8 سنتي، قياس زاوية ب 100 درجة، قياس زاوية د ألف ج 35 درجة. أوجد أولا قياس زاوية د. الشكل الرباعي ألف ب ج د متوازي أضلاع فيه كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. طب قياس زاوية ب ب 100، الزاوية اللي تقابلها اللي هي زاوية ايه؟ د. يبقى زاوية د بتساوي زاوية ب بتساوي 100 درجة. قياس زاوية د بيساوي قياس زاوية ب بيساوي 100 درجة. ليه؟ لأنهم زاويتان متقابلتان متساويتان. المطلوب التاني قياس زاوية أ ج د. نمشي وراها. أ ج د الزاوية دي. الزاوية دي تقع داخل المثلث أ د ج، المثلث اللي فوق ده. ومجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة كام؟ 180 درجة. واحدة موجودة ب 35 وواحدة جبناها ب 100 وفاضل التالتة، يبقى قياس زاوية د يساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي عندي داخل المثلث 35 و100.
ف180 ناقص 135 بتساوي 45 درجة. محيط متوازي الأضلاع ا ب ج د، محيط أي مضلع مجموع أطوال أضلاع، هتجمع الأضلاع اللي عندك، عندي ب ج ب8 ويبقى اللي قصاده ا د ب8 زيه، وهنا ا ب ب5 يبقى اللي قصاده د ج ب5 زيه، لأن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيان. يبقى مجموع قياسات زوايا مجموع أضلاع المثلث اللي متوازي الأضلاع 8 زائد 5 زائد 8 زائد 5 حساب 26 سنتيمتر. واتمنى ان انتوا تراجعوا كل المفاهيم اللي عندكم وتحلوا الاسئله اكتر من مره، وخاصه اسئله كتاب المدرسه. وبالتوفيق.